تستحق هذه الجماهير، يستحق اللاعبون هذه الفرحة، يستحق الإدارة هذه الفرحة في أرضية الملعب وبين جماهيرها بعد موسم طويل وشاق قدموا لعشاقهم ولعشاق المستديرة كل ما يمكن تقديمه في أرضية الملعب وخارج أرضية الملعب وأيضا على مدرجات الملاعب. حقيقة الوصل كان استثنائي، موسم كبير يستحقون عليه كل تتويج، يستحقون عليه كل إشادة، يستحقون عليه كل الكلمات المدح والمديح. ألف مبروك للبصلاوية، ناموس، تستاهلون كل خير بعد هذا الموسم. أتمنى أن يستمر الوصل لعودة هذا الفريق وعودة جماهيره إلى المدرجات وعودة الابتسامة إلى صغار الوصل قبل كبارهم. هذا ما نحتاجه في كرة الإمارات. هذا الفريق يجب أن يبقى على منصات التتويج، يجب أن يبقى منافسا، يجب أن يبقى ملاحقا للألقاب، لأن وجوده صحي كثيرا لكرة الإمارات. هذا المدرب الذي صبر كثيرا ميلوش يحمل على الأعناق باستحقاق بعد أن قدم فريقا جميلا يقدم كرة قدم جميلة، نال الإشادة من الداخل والخارج. ألف مبروك للوصلاوية، مبروك لكم هذا اللقب، مبروك لكم الثنائية، مبروك لكم ما قدمتموه على أرضية الملعب وخارج أرضية الملعب. سنستمر في رصد احتفالات الوصلاوية مشاهدينا الكرام في أرضية الملعب مع زملائي مراسلي قناة أبوظبي الرياضية الذين سينتشرون في كافة أنحاء استاد الوصل هنا في زعبيل لرصد ردود الأفعال وفرحة الوصلاوية. هارد لك لشباب الأهلي، حاول الفريق لكن بعد ضياع الوقت واصطدم بمنافس قوي وشرس لم يخسر إلا مباراة وحيدة في الدوري هذا الموسم كانت أمام الوحدة، وبالنسبة له هذه المباراة كانت نقطة تحول وكانت جرس إيقاف للفريق لتحقيق اللقب. أما بالنسبة لهذا اللاعب الوصلاوي الكبير، أحد أفضل من أنجب هذا الملعب، لما بعد 10 مواسم طويلة، بعد 216 مباراة بقميص الوصل، بعد 164 هدف، أخيراً النجم ليما سيتوج بطلاً للدوري. ليما أكثر لاعب يستحق هذه البطولة بين كل اللاعبين اللي موجودين في دورينا، لأنه سعى لها طويلاً، سعى لها كثيراً، سجل أهدافاً كثيرة، رابع أكبر هداف في تاريخ كرة الإمارات، في تاريخ دوري الإمارات، ولا يحصل على لقب. مبروك يا ليما، صبرت كثير ونلت. علي مسري كاتب لي لأول مرة يحسم الوصل أو يحسم اللقب على حساب شباب الأهلي في تاريخ الدوري. على فكرة مش لازم أنا بس اللي أتكلم، أنتوا كلكم كنتوا تصفقون بعد نهاية المباراة في الاستديو، لأن من حصل على اللقب استحق اللقب، قدم كل شيء ما يمكن تقديمه. صح، هذه الكلمة سمعتها من الزبير بعد صافرة الحكم.